احلى صوت احلى صوت احلى صوت احلى البراعي والسهر. والان مع مشترك اخر، ايش اسمك؟ محمد حوضه. من فين؟ ابو عريش. تشرفنا باهل ابو عريش. صف كم؟ ثاني متوسط. كم عمرك؟ 13. ايش راح تقدم لي لجنة؟ يا معلمي الباري. شجع واختار احلى صوت احلى صوت احلى صوت احلى البراعي والسهرات احلى البراعي والسهرات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش اسمك؟ محمد. تفضل. هذه عهود الله وعهد في عنقي يدوي مدى الأيام، بأن تبقى في دمي يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي. هل تذكر يا أستاذ طفلا بين الأولاد في الصف الأول يبكي ويصيبك بالإزعاج، حاسوب لا يحسبك في الصف يا أستاذ في الصف يا أستاذ، أنت البطل المشهور يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي. محمد ما شاء الله عندك صوت شجي، وأتمنى التوفيق للمراحل الجاية. محمد في الحقيقة أبدعت، ودخلتك جدا رائعة، وأيضا إطلالتك أيضا حلوة. أتمنى من الجميع أن يقف معك، لأن عندك مستقبل باهر لو استمريت هكذا إن شاء الله. ونخاف لو ظهرت على قناة أطفال أمواي بتاكل الجو على أحمد صباغ طبعا. أتمنى لك التوفيق يا محمد. شكرا. إيش نقول يا محمد؟ أنت ما أكل الجو ما أكل الجو علينا، لكن نتمنى لك التوفيق يا محمد والتأهل للمراحل القادمة. إلى اللقاء. مع السلامة.